فني بعد موسم اول طبعا ناجح جدا على كل المستويات الحقيقه، اداء ونتائج وارقام وبطولات. موسم اول ناجح لمارسيل كولر. ابتدينا نتكلم على مشواره في اكتساب الخبرات، بالظبط. يعني اتكلمت طبعا على مديرين فنيين اللي اشتغلوا معاهم، لكن لو حبيت الخص كده كيف تكونت اهم خطوات كولر في عالم كره القدم وكيف اكتسب خبراته من كل الاسماء اللي هو احتك بيها. شادي، لا هو انا فوجئت بكميه المدربين الكويسين اللي هو اتمرن تحت ايديهم. يعني في مدرب برتغالي، كلاعب، احنا بنتكلم دلوقتي طبعا كلاعب، في ارثر جورج، ده مدرب كبير قوي، كسب مع بورتو تشامبيونز ليج 87. روي هوتسون ده مدرب انجليزي ضرب المنتخب، طبعا اولي شتيلكي بتاع المانيا، ده غير طبعا اوتمر هيتسفيلد، ده بالنسبه لي اصلا ده حاجه كبيره قوي. هو بيقول في الكتاب بتاعه ان هو اتاثر قوي بليوبن هاكر، لان هو الفتره دي اصلا كان متعور فكان بيساعده ونزل درب في الناشئين على فكره. في بالمناسبه الفترة اللي هو أصيب فيها كلاعب كرة كان قدم، عنده كان 31 سنه، بيشتغل، نزل ابتدى درب يشتغل أو يدخل بقى في طريق فريق سي التدريب، وفريق بي، فريق سي وفريق بي. تمام. وكان بينزل درب ناشئين كمان، وكان بيقول ان هو بيحاول يزرع دايما في الناشئ انه يبقى متواضع. أي هو هادي ومتواضع، دي ده هو ده طبعه. يعني الناس كانت بتستغرب في الاول هو تغيراته متاخره ليه، هو ما بيتعصبش ليه على اللعيبه، هو كده، يعني هو احنا خد مولود بالك كده متعودين على تركيبه معينه برضو في بالظبط. الاجنبي، يعني واشهر نموذج عليها مثلا مانويل جوزيه. تعرف مانويل مثلا جوزيه كان بالظبط يقف على الخط ما بيزعق 90 دقيقه لكل لعيبه، مش راضي عن بالظبط. اي حاجه ولا تحكيمه ولا لعيبه ولا اداء. او ريني فايلر اللي هو اصلا تحسه متضايق من مثلا الناس كلها، يعني مثلا بالظبط كده، لكن فهو هو على طول هادي. هو هادي، دي كانت ده علامه طبعه. استفهام عند كتير من الجمهور على هو فكره. هادي جدا، اللي انا اكتشفته كل زمايله بيقولوا عليه كده، وبعدين كان محبوب من زمايله جدا. يعني مثلا في ناس كتير ما تعرفش ان جوفاني البر نجم بايرن ميونخ في اخر طبعا التسعينات كان برازيلي زميله، الدولي طبعا. اليوم صور مع بعض كتير، يعني كان علاقته كويسه. فهو لا هو هو تاسس تاسيس صح كناشئ وكلاعب، وطبعا كميه الافكار من كميه المدربين دي اكيد. يعني طيب قبل ما اروح لبطولاته واقرب شويه من شخصيه البطل مارسيل كولر، لانه دي حاجه ما بتجيش في يوم وليله، دي حاجه بتيجي نتيجه تراكم خبرات كتيره جدا، فكره انك انت تفوز بلقب ورا لقب كلاعب ثم بعد كده كمدير فني. تعالوا نشوف جزء خاص بمشوار مارسيل كولر المدير الفني في اكتساب خبراته، الحاجات اللي ساعدته والاسماء اللي ساعدته على اكتساب الخبرات، وهرجع اكمل تاني مع شادي. 523 ماتش ب 76 جون، 7 بطولات دوري وخمس بطولات كاس وسوبر سويسري، لعب مع المنتخب 59 ماتش وجاب 3 اجوان، لعب ماتشات كبيره جدا مع ناديه في المسابقات الاوروبيه، اتمرن على ايد مدربين تقال قوي اكسبوه خبرات كبيره، 5 مدربين المان في ناديه، مدرب سويسري، مدرب صربي، مدرب تشيكي، مدرب هولندي، وفي المنتخب مع مدرب الماني اللي هو اولي شتيلكي، مدرب انجليزي اللي هو روي هوتسون، ومدرب برتغالي اللي هو ارثر جورج. كميه خبرات كبيره جدا خدها من كم المدربين دول. لكن برضه 17 سنه كانت مسيره عظيمه في الاصابات، 3 تمزقات في الانكل، عمليتين في وتر اكيلس، عمليتين في وتر العضله الرباعيه في الفخذ الشمال، كسر مضاعف في القصبه وكسر في الشظيه، كسر في مناخيره وارتجاج، شال حته من غضروف الركبه ورباط الصليبي، عمليه ومسامير وتصحيح مسار في الرجل السفليه. مسيره عظيمه كلاعب ومسيره عظيمه في الاصابات برضه، علمته صبر كتير جدا واكتسب خبرات عظيمه ونهى حياته كلعيب وهيبتدي يشوف حياته كمدرب. ده فيما يتعلق بالخبرات والاسماء الكبيره، كلها اسماء كبيره على فكره للي ما يعرفهمش او كانوا في وقت من الاوقات مجموعه من اهم اسماء المديرين الفنيين اللي اشتغل معاهم مارسيل كولر، واللي بالتاكيد ساهموا في نجاح مشواره كلاعب ثم كمدير فني. لكن عايز اتكلم برضو على شخصيه البطل، واعتقد انه طول مشواره في كره القدم سواء كلاعب او كمدير فني حقق كتير من الالقاب والبطولات. يا شادي، هو اولا هو حقق سبعه دوري مع جراسوبرز، 5 كاس، 1 سوبر الماني. في حته كده لقطها في النص، الراجل اللي اكتشفه روجيه بيرجر، ده الراجل العجوز قوي يعني، قال اهم ميزه فيه ان هو من وهو عنده 12 سنه، حتى يعني بالمصطلح حتى لما جيت ترجمته بيقول ان هو في الملعب عامل زي الشارت، طالع نازل طالع، ما بيبطلش جري، دايما بيزعق في زمايله، مش بيزعق يعني بيواجه زمايله، عنده حته القياده من وهو طفل، الروح والقياده، تمام. وبعدين بطولات كتيره، وبعرف انه كمان كان بيتم تصعيده دايما بدري، يعني من 12، من سن 12 كان بيلعب مع 14، ومن 14 كان بيلعب مع 16، ومن 16 طلع على الفريق الاول على طول. فلا هو طبعا يعني خلي بالك، احنا الدوري السويسري هو مش من اجمد 6 7، بس في الاخر انت بطل يعني. صحيح، بطولة الدوري مع سان جالان السويسري، بس هو هنا انتقل من لعب في اكتر من نادي في سويسرا. لا هو لعب 17 موسم مع جراس هوبرز، مع جراس هوبرز اخر موسم ليه كان اللي بيدرب النادي كريستيان جروس، هو ضرب الزمالك هنا. كان بيحب يعني كريستيان جروس كان بيثق فيه جدا يعني، فهو جه بقى في الاخر قال له هبطل، قال له لا انت انا محتاج تكمل معايا. فهو بيحب النادي، قال له تمام، كمل معاه نص موسم، جاله اصابه تاني في وتر اكيليس، فاخر موسم 96 97 اشتغل معاه مساعد 6 شهور،
أوكي. وراح للاداره قال لهم خلاص كان قرر انه يبطل كوره خلاص كان 37 سنه شفت التاريخ اصابات يعني لا 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 ده رهيب رهيب وهو اتعلم الصبر من الحاجات دي على فكره يعني لا هو كمان دي حاجه تعكس انه شخصيه عندها اصرار شديد مقاتل جدا يعني مهما تعرض لمواقف صعبه او يعني في لعيب ممكن تبقى عنده ربع الاصابات دي قرر يبطل كوره اساسا او ما يقدرش يرجع بنفس القوه ونفس المستوى مره ثانيه اصابته اللي جات له وهو 31 سنه دي هو حكى عليها كتير في الكتاب يعني في شابتر كامل بيحكي على الاصابه دي اللي قعد فيها سنه ونص قعد فيها سنه وست شهور او سنه وثمان شهور انه كان بينزل يتمرن في التلج على ارتفاع 30 سنتي ايوه علشان يقوي العضلات بتاعته بيقول لك كان بيرجع عينه ملتهبه من كتر يعني البخار اللي طالع من التلج وكان بيقعد يقول انا مش هستسلم ولازم ارجع العب كوره انا لسه اقدر العب تاني وبعدين حصله في سن يعني بالنسبه لعيبه الكوره في طبعًا. التوقيت اللي كان بيلعب فيه احنا ابتدينا في اخر 10 15 سنه نسمع لعيبه بتقعد 37 و38 لكن الكلام ده ما كانش زمان ما كانش موجود زمان ففكره انه يقعد في الملاعب لغايه ده او تجيله الاصابات دي كلها في سن ال 31 ويبقى عنده رغبه واصرار انه يرجع تاني هو كمان تحس ان هو يعني نهايته كلاعب مسيرته كلاعب اخذ في الاخر مكافاه ان هو لعب يورو 96 شارك فيها ماتشين لعب قدام اسكتلندا وانجلترا شارك شوط وشوط وشويه فطبعا دي في مسيرته حاجه كويسه يعني عنده 59 ماتش دولي قصه سان جالين بقى سان جالين ان هو بدا راح في الاول نادي صغير اسمه اف سي فيل نادي في شرق سويسرا كده الاستاد فيه 6000 مشجع مسكهم طلع بيهم على قمه دوري الدرجه الثانيه ما كملش الموسم جاله بقى نادي سان جالين ده اللي هو نادي كبير في شرق اوروبا في شرق سويسرا في شرق سويسرا نادي اخر مره كسب الدوري 1904 اول مشواره تدريبي يعتبر ده اكتر اول نادي نص محترف تمام يعني هو راح النادي ده اكتشف ان فيه لعيبه هنا اقصد اقول التايتل بتاع اول مره يشتغل مدير فني مارسيل كولر مدير فني في اف سي فيل ثم سان جالين سان جالين راح طبعا لقى ان اللعيبه فيه لعيبه بتروح ما بتروحش التمرين الصبح قال لك بيقول لي يقول لي انا عندي دورات كمبيوتر راح لرئيس النادي قال له لا ما احنا محترفين بدا بقى يشتغل عليهم ويقول لك بقى في الاول كان بيروح هو اللي كان شغال المدرب حراس مرمى في الاول عشان ما فيش امكانيات طبعا سان جالين نادي عريق مدرس تاريخ ومدرس فرنساوي لغايه لما يجي مدرس فرنساوي يعني 1904 اخذوا الدوري مره واحده في حياتهم سان جالين مع سان جالين النادي ده كسب الدوري مره واحده في حياته سنه 1904 تمام هو مسكهم 98